بعد تصاعد حالات العنف الأسري وكون أغلب ضحاياه من النساء والتي باتت الفئة الضعيفة في المجتمع. برزت دعوات عديدة لتشريع قوانين وتفعيل دور الإعلام في التوعية وتحرك منظمات المجتمع المدني لتغيير هذا السلوك الذي انتشر مؤخرا في المجتمع بشكل يدعو لعلاج هذه المشكلة. قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 69 يغطي كثير من حالات العنف الأسري. اليوم المؤسسة الأمنية ومراكز الشرطة وتعمل على معالجة موضوع العنف الأسري من خلال هذا القانون وبأحكام ضد من يرتكب العنف ضد المرأة والعنف الأسري عموما. احنا نركز على منع حصول الجريمة، منع حصول هاي الانتهاكات، نحاول من خلال توعية الأسرة، من خلال العمل على نشر ثقافة المحبة والسلام بين أفراد المجتمع وداخل الأسرة. وبرغم الوعي الذي تنشره المدارس والأكاديميات، فإن الجرائم التي ترتكب بباعث شريف من أقسى أنواع العنف ضد المرأة، لكن لا تتوفر إحصائيات دقيقة وموثقة، فغالبا ما تسجل هذه الجرائم ضد مجهول أو قضاء وقدر عن طريق الانتحار أو الحرق. الحقيقة يجب تبني استراتيجية وطنية لإعادة هيبة التربية والتعليم، لأن التربية هي أساس التنمية البشرية، التربية هي أساس المجتمع. أصبحت هذه العاهات الاجتماعية من 2003 بهذا التزايد، والآن كنا نلاحظ أشياء ونشاهد أشياء فقط في أفلام هوليوود. الآن الذي يحدث في المجتمع العراقي مخيف حقيقة. ويبدو أن ورقة العمل التي طرحتها هذه الورشة قد تدفع ولو بشكل ضئيل إلى الحد من جرائم العنف الموجه، بعد إن بلغت مستويات عالية وصلت إلى 15,000 حالة عنف في العام الماضي بحسب إحصاءات كشفتها وزارة الداخلية، فيما تصر ناشطات عراقيات إن الأعداد الحقيقية هي أكثر من المسجل بكثير. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.